يا ماي وجوهنا اللي ما طاح بالعوز. الله الله. رغم بالبيت ما نملك حصيره. الله. صح بالعوز باب البيت بعناه. ها؟ ايه. لكن صار الستر وقفة الغيرة. كثر ما عدنا وادم بالعراق تموت. سوينا معامل تصنع التابوت. الله. لأن قاموا لي شيع ينطر الزاتوت من يرجع ياخذ تابوت. جنازة ببيتنا. وغفلة من جانا. وغفلة من جانا الضيف. وكان الميت أغلى من النفس مالي. عطلت الجنازة وعزبت للضيف. الله. وما خليته يسمع بك وحس عالي. الله. مثل ما أسود لبسنا وحزن بين ثوبنا. خوش. كون من هالساعة نمسح من سواد قلوبنا. خوش. ونلتهي بخدمة حسين وننسى طار جيوبنا. السلام على الحسين. السلام على أصحاب الحسين. السلام على جبل الصبر زينب. السادة المشاهدين، مشاهدي قناة الأيام الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحلقة جديدة وتغطية خاصة حول زمن هدام، قاتل الأطفال، قاتل النساء، زمن الحصار. أنا وأنتم وضيوف الرائعين من نيسان الحبيبة، نيسان العطاء، عباس الشمري، حللت اهلا ونزلت سهلا استاذ عباس. حبيب قلبي استاذ مسلم. الله يسلمك. مولاي العزيز، عظم الله اجورنا واجوركم. وجعلنا واياكم من خدمه الامام الحسين، من اصغر خدمه الامام الحسين. شكرا النكران ذاتك على الاستضافه. الله يسلمك. شكرا للاخوه الكادر، شكرا لقناه الايام. الله يسلمك. مولاي من وين من عندك انا؟ الله يسلمك حبيبي استاذ عباس. الله يسلمك حبيبي. وضيفي الاخر من بغداد الجمال وبغداد الشعر، الشاعر والمهوال كرار القرعاوة. حللت أهلا ونزلت سهلا. مولاي العزيز الله يحفظك. أبو حيدر، بالبدء نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. واليوم هي منطلق حلقتك على النظام البائد. أيوة. هو الحسين عليه السلام رسائل. احنا نستغل هذا. احسنت. نستغل هاي هذا الشهر نستغله لان هو الحسين. بحث الرسائل كافي. حسين سلام الله عليه هو ثوره، ولازم احنا الشيعة لازم ثائرين بكل وقت. عافية ونعم. الله يسلمك. الله يسلمك. اذا حتى لا ياخذني الوقت وياكم سعادة المشاهدين، عباس حبيبي سيدنا، احنا اليوم موضوع حلقتنا، نعم، خلينا نقول بالتحديد الخاص بما مثل ما تفضل اخوي كرار القرعاوي. الله يسلمك. بان الحسين عده رسائل. نعم. والحسين منطلق لكل شيء. لاحظ او شفنا احنا جوز ما لحقت عليك عمري. نعم. بان ذاك الزمن زمن الحصار محاربه تامه للشيعة تحديدا. اكيد. من هدام لعنه الله عليه. يعني مرت بينا ايام وظروف جوز مرت باهلنا اقصد. نعم. ما تمر على بشريه، صح؟ صحيح. فبما انت ابن بيئه مجاهده، ابن العمارة، بما أنك جزء أحد الناس اللي وقفت ضد ذاك النظام، باختصار سولف لنا شوية. والله سيدنا الصراحة هو ذاك النظام البائد، هو نظام الملعون صدام حسين لعنة الله عليه. لعنة الله عليه. يعني الصراحة كثير من الناس تأذت وخاصة الجنوب. صح. بالذات. صح. إيه. أنا أذكر موقف شاهد الله يعني مو مبالغه. صح. صادق. وصلت اهلي باعوا ملابسي. يا الله. والله العظيم هاي بالجنوب. هواي مواقف سيد وي صدام لعنة الله. يعني هاي خلينا نقول شاهد عيان. نعم. يعني وصلت مرحله يبيعون ملابس ابنهم. اهلي يجوز طحن انفسهم قبل. والله العظيم. إيه. والله العظيم. ويجيك هسه تصريحات وحكي على صدام ويا ريت يعود، فمالها كل داعي. احنا هسه اللي جاي نمر بيه هسه حاليا كله سبب صدام حسين. صح. سبب النظام البائد. هواي حكي على صدام، شو اسوي لك سيد؟ والله تأذي. اذيه ودمار خلينا نقول آفة. نعم. ما لها علاج. توافقنا الراي كرار؟ علاج. آفة ما لها علاج. لم تقم دولة عادلة منذ علي بن ابي طالب الى الان. احسنت. اي أيوة والله. كرار، نشوف لعنة الله علي صدام دخلنا بحرب ويا ايران. حلو. بس انت هاي احنا ما ملحق عليها. انا ما ملحق عليها المتعارف، لكن اللي سامعه اللي سامعه. خلنا اكمل لك.
دخلنا بحرب ويا إيران، بعد انتهاء دخلنا بحصار تام بالعراق، او خلينا بوبل فرات اوسط وجنوب، صح؟ صح، هيك بالتحديد. صح. بعض الروايات او الناس النقله تقول بان زمن صدام لحد هاي اللحظه ماكو حصيله شهداء صارت، يعني من دخلنا بحرب ايران مليون شهيد على موضوع اتفاقيه ما وافق بها ورجع مليون شهيد ورجع وراها دخل. ويجيك هالسجيل مليون شهيد، سيده تحكي مليون شهيد وكل اللي ضحى بهم من الشيعه ومن الجنوب ومن الفرات الاوسط. ومع ذلك ازيد معلومه مولاي لك. ايه تفضل. وللمشاهد اللي صدام حسين هو كان الحس الطائفي. اي والله الحس الحس الطائفي كان صدام حسين بين الغربيه وبين اخوان اكثر الغربية ناس ظلمها بالجنوب. اكثر ناس انظلمت على هذا النظام السابق الجنوب. اي والله بحيث ما تلقى ضباط شيعة من الناس. ضباط شيعة ما تلقى، هواي من الناس وقفت ويا صدام حسين. مع الاسف سوته مو اللي سواه صدام حسين الصراحه، خلينا نكون واقعيين. ولا ايه سوته الناس، سوته ناسنا احنا. ايه المرتزقه. اي نعم، البعض من ناسنا اللي سوته مو ناسه، لكن هو ناكر الجميل. مع الاسف هو ناكر الجميل. مع الاسف. اي يعني كرار ارجع سؤالي اللي نشوفه بهالفتره. ايه طلع جيل ما يدري شنو صدام وما ملحق على صدام وما ضايق الحصار وما ضايق اللوعه مال اهلنا وما ضايق، يعني طلع على سبلت، طلع على سياره وطلع على جمال وملابس ما يدري، مثل ما قال عباس اهل باعوا ملابسهم. فقرار بما انت ثوري اريد رسالتك لهم. رسالتي لهم اكو مشكله. خوش. هذا اللي طلع هسه طلع على تطور ما يدري شنو الوضع. اي بس لكن هو يتحصر على شنو؟ يتحصر على زمن صدام حسب شنو؟ ما يسولفوا له. خوش. يا اخي نتحصر على البخت قبل بختك بس. اي قبل بخت الناس. اكو ناس عندها عد حظ وبخت، وناس عندها سالفه ويا الله. أيوة صحيحه سالفه، لكن حسين صدق. اي سالفه صدق ويا حسين. اما هاي افتقدناها مو بالكامل، لكن هواي راح من عندها. زين احنا نتحصر على هاي ولا هو صدام كل شيء ما سوى. زين اجي وياك كرام، برايك اللي يمدح واللي يقول لا عمي ماكو حصار واللي يقول لا كنا بخير والجيل اللي طلع حس هذا ايش ما ادري الصوت بي لو الصوت باهل نقله ولا صوره صح بالصوت بالاعلام المزيف اللي لهم حصه. طبعا لهم حصه، شلون ما لهم حصه؟ اللي يطلع ويقول هيك هذا كانوا اهله اغنياء مستفادين. اي بهذي ومستفادين واغنياء بزمن صدام فما مروا بالحصار. صح. اما احكي لي اذا واحد مار بالحصار، اهله مارين بالحصار يمدحون صدام ملابسه ملابسه. يقول يسمح لي كرار مولاي احنا هم ما نذب الصوت بالوليد اللي هاي الشباب اللي هسه جاي. خوش. المشكله حكومتنا. شلون؟ حكومتنا ما سوت شيء. اذا هو الشباب يعني فتح عينه على الدنيا 1000 دينار ما بجيبه. خوش. يعني شلون تريده ما يمدح بالنظام السابق؟ خوش شجوا وياك. ايه هم يخالف. ايه من هاي الباب هو ما ملحق. زين النظام السابق يسولفون له كان امان وكان كذا. زين انا ايش عندي بامان؟ انا امان شو اللي بي؟ امشي على طول شو اللي بالامان؟ وانا لقمه ما عندي. اكو ناس كانت مستفاده من عده. صاحبي قاعد تفهمني؟ انا شو اللي بالامان؟ انا اليوم قاعد بمكان مؤمن. نعم. وانا لقمه ما عندي، انا قاعد بمكان مؤمن. ايه؟ وهو يبيعون ملابسك. نعم. انا شو استفاد هو منها؟ انا احكي لك على اليمن، احكي لك اكو ناس كانت مستفاده من عده. ايه هذا هو فيه. ايه؟ مو هو المستفاد من عده، من اللي وصل له الفكره غير اهله؟ غير امه وابوه وعمامه؟ اذن الصوت بهله. الصوت بهله، لكن احنا هم عتبنا على الحكومه هاي الجديده. طبعا. إيه؟ اكو تقصير. اكو تقصير فعلا. صح من هذا الباب. والا هو لو فاتح له كل الامور هو يسولف بالماضي. لا بس يسولف بالماضي. لكن التقصير اي هذا نعم. مو قد تقصير. يعني احنا بوقت استاذ عباس خلينا نكون واقعيين ونسولف الصدق. نعم. يا وقت بزمن صدام العفو يا بيت بيت للسيارات، يا بيت عنده بيته فيلا وكذا وهاي ويحكي، يا شاب اليوم ابسط شاب نعم. تشوفه عنده موبايل هم سعره 100,000 صح؟ صح. ف يعني ماكو مقارنه. هو حكايه تقدر تحكي ببيتك؟ ماكو مقارنه. طبعا ماكو مقارنه، هسه اكو فرق هواي قلت لك بس نقصها شوي، اكو امور تحتاجها الناس. احنا لا ياخذنا الوقت وياكم. اي كرار
أريد أول قصيدة. والله أنا اليوم قدمتني شاعر مهوال، أقرأ لك الزوجة وأقرأ لك قصيدة. كلهن كرار. سأبتدئ من الانتفاضة الشعبانية. أو نعم، أي والله، هاي رسالة مهمة جداً. أي. يعني أدخل للحرم الحسين عليه السلام. سلام الله على الإمام الحسين. ألقى آثار رصاص بالجدران. صحيح. مكتوب عليها آثار إطلاقات رصاص البعث الصدامي. صح. فأنا كانت قبل عندي فد غاية، أقول التاريخ شلون يعيد نفسه؟ شلون؟ التاريخ ما ينعاد. نعم. لكن بالانتفاضة الشعبانية انعادت الثورة، هنا يزيد وهنا الحسين. سلام الله. هسه الحسين بعده، يزيد هذاك الأولي مات لعنة الله عليه، لكن خلف ألف يزيد. صح. بس لكن الحسين ما أعتقد يعني مستحيل أن حدنا الحسين ال 12 المعصومين. صح. لحد الإمام الحجة القائم عجل فرج الشريف فرج. هذا الذي يتمثل بالحسين. أما بعده ماكو حسين. فأقول ما صدقت بالتاريخ من قالوا علي ينعاد. ما صدقت بالتاريخ من قالوا علي ينعاد، ما كفت اسهام الطفرمة وقبرك يا ابو السجاد. الله الله. ببوك عناد من ذبحوك، بمن هالرصاص عناد. الله الله. ببوك عناد من ذبحوك، بمن هالرصاص عناد. انت ايش ما ينحط راس براسك؟ راح المزبلة التاريخ. الله الله. اي والله اي والله. اذا الحسين ما وقف قدام احد. الله احسنت. بارك الله ابو عبد الله. الله يسلمك. عباس الشمال استاذ مسلم، الله يديمك حبيب قلبي. اول قصيده اريد منك. شو تريد اسمعك انا خال؟ انت سولف. اريد سولف. اكو سولفت ليها الاربع ابيات والقصيده. ها سيد كبرنا، قبل لا اسولف لك الموضوع خلي اسمعك هاي الاربع ابيات مال العوز. عفوا. كبرنا ورحنا شققنا التصاوير. نعم. لان كانت ملابسنا فقيره. الله. ويا ما وجوهنا الما طاح بالعوز. يا ما وجوهنا الما طاح بالعوز. الله الله. رغم بالبيت ما نملك حصيره. الله. صح بالعوز باب البيت بعناه. ها. ايه. لكن صار الستر وقفه الغيره. الله. نعم. وما عدنا يفك الباب. صح بالبيت، صح بالعوز باب البيت بعناه. لكن صار الستر وقفة الغيرة. وما عدنا اليباوة على البيبان، كان بنادم يشوف بضميره. الله. قبل والله ما حسبه لجيران، قبل حسبه من نفس العشيرة. الله الله الله. الله, الله يسلمك. سيدك وموقف إذا تسمح لي أسولف. براحتك. الله يسلمك. أحد مشايخنا من المشايخ الشجعان. خوش. التقيت فيه بكربلاء، سولف في موضوع. اسمعني. على هذا النظام السابق. إيه. لا الله عليك. يقول دعانا صدام حسين دز علينا، بس يقول احنا عبرنا له من الجنوب وضيف وجاي. خوش. احنا تقريبا يقول 15 شيخ، يقول وصلنا باو علينا شبه الاستهان بينا، باو علينا وسد الباب ودخل. خوش. ساعة تقريبا بالثنتين الظهر، يعني كانت ايام صيف. يقول دزلنا النائب مالته معروف، المهم جانا واحد من طرفه يقول سولف ويانا واحنا واقفين. لا قال تفضل، لا سولف ويانا، قال نريدكم السندون اخوتكم اخوتكم الرفاق وكذا وكذا. أيوة. ويش نريد من عندكم وهاي ومشكورين والله محمد وعلي واخ دول اللي مدفوعين الثمن. اي هسه يقول انا يقول انا اللي هزتني، يقول وقت غدا يعني وقت لا صلاه. خوش. لا قل لنا تفضل. لا شي. قلت لعم انتم ما عندكم مضيف؟ يقول انا حط العقال فوق راسي لازم اطي حقه، هو من المشايخ تعتمد عليهم. اي يقول الملابسانه بين وبين روحي، قلت انا هذا الملابس اذا ما اطي حقه. ايه. هو كل من بيومه يسولف يقول حكى حكايه مو حلوه. هو يقول صارت بيناتنا مشاجره. يقول مشاجره شاجرتي وياه هناك، قلت لو اذب العقال لو اطلع له بطني. هذا اللي يطلع قال حقه. اي وعلي. فيقول احنا سويناهم، احنا جبناهم، احنا ايش. المهم فعن لسان هذا الشيخ قلت لك انا صدام حسين ما يشرفني حتى لو كانت اساءه، ما يشرفني اكتب علي. احسنت. اي والله احكي لك الصراحه. عفي. اي لكن اكو مواقف مال زلم مال رجال على هالصدام تستحق واحد يكتب عليه. اي والله صحيح. فهذا الموقف مال الشيخ هيجني. خوش. كتبت علي قلت له يقول له هو يحاكي. يقول له درت وجهك علي حسبالك اترجاك. ها. وانا المام التفت حتى على كتالي.
الله. انا ويا الشمس يوميه مختلفين، خاف ببالها تستصغر خيالي. الله الله الله, 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 الله. بسجن بسجن والموش مذنب، ما عنده شيء، بوس الرجلين وانا مذنب وما خل امتن خالي. الله الله. الحرام ببيتنا وما قلت له ليش تبوك، فشل ببيتنا ويطلع بشف خالي. الله الله. خاب يلي تصبق هوا يا اهل يعرفك كان. الحرام ببيتنا وما قلت له ليش تبوك، فشل فشل ببيتنا ويطلع بشف خالي. يلي تصبق هوا يا اهل يعرفك كان، لو ما قمقم وفنجاني ودلالي. خاب انا ريحه قهوه تدلل متيهين. نعم. انا ريحه قهوه تدلل متيهين، وانت من اللي يضيفك دمعك هلالي. الله 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 الله. جنازه ببيتنا، اسمع شو اقول لك. ايه؟ وغفله من جان الضيف. ايه؟ جنازه ببيتنا وغفله من جان وغفله من جان الضيف. وكان الميت اغلى من النفس مالي. عطلت الجنازه وعزبت للضيف. الله. وما خليته يسمع بكي وحس عالي. الله. وثلاث ايام ما سأل الضيف منين، خاف يقول ما اللي ورادي لبالي. الله الله. انا انطيتك الخيل تغير فوق شلون؟ ثلاث ايام جنازة ببيتنا وغفلة من جان الضيف. وكان الميت أغلى من النفس مالي. عطلت الجنازة وعزبت للضيف. وما خليته يسمع بكي وحس عالي. وثلاث أيام ما سأل الضيف منين، خاف يقول ما اللي رادي لبالي. يلي تصبق هوا يا اهل يعرفك كان، لو ما قمقم وفنجاني ودلالي. أنا ريحة قهوة تدلل متيهين، وانت من اللي يضيفك دمعك هلالي. وانت من اللي يضيفك دمع قبل لا يطيك خضارك حاصد انا القاع. او قبل لا تزرع انت مترس اسلالي. يسولف عن النهر والماي والناعور، وهو الحب لبابه مفطر وخالي. الله الله. الجسر فوق النهر بس احنا فوق ندوس، وترى ينداس كل من طبعه متعالي. الله. ترى ينداس كل من طبعه متعالي. والله احسنت. سلامتكم. ونسيت العده هواي بالمناسبه. الله. الله يسلمك. كلك شهيد تخبل. الله يسلمك. الله يسلمك سيدنا حبيبي على هذا الابداع، على الرساله المهمه. كرام حبيبي مولاي. اليوم نشوف اغلب المهرجانات. ايه. احنا خلينا نسولف باختصاصنا. ايه. اغلب المهرجانات واغلب اللقاءات الفضائيه تبتعد عن تناول هكذا مواضيع، مثلا تسولف عن المواضيع اللي اقصد تحكي عن الزمن هدام لعنه الله عليه والسلبيات اللي بيه، عن سلبيات المناطق الصار بيها، صح؟ السبب برأيك بابو المهرجان أو أبو الفضائية ما يتطرق له، اللي هو الشاعر اللي ما يتطرق له. وخلى خدمك هي أصبحة اليوم أم شلون تحسبها ما تعرف. خوش. القنوات اليوم هي كل من يصدر اللي يفيده. صح. اليوم أنا بس لكن أكو مواضيع أساسية هاي صوت وصوتك نطلع بيها. يتناولها المستقل. خوش. او الشجاع. الشجاع مستقل. اي اليوم هسه مثلا مدعو انا بمهرجان. خوش. المهرجان تابع لجهه. تمام. والجهه هاي انا ادري بها هاي الجهه يعني موازيه للمجتمع، ضاره للمجتمع. خوش. وارد اضرب هاي الجهه. خوش. لا راح ينزلون مقطعي وراح تجيب لي حكايه. خوش. يعني واحد يتجنب. اي فالمفروض الشاعر شو يسوي؟ خوش. انا عندي رساله، اشوف رسالتي بيا قناه توصل بيا مهرجان توصل احطها. احسنت، وهذا الجواب الصحيح. هي لازم هنا أنا. مو انا مثلا دعيتني مثلا جهه تضرني واضرها انا بالطرح. خوش. واحكي لا ما احكي، تروح هباء في شبك. هباء في شبك. سؤال على مود لا يروح من بالي. ايه. اليوم نشوف شهدائنا. ايه. الحشد الشعبي رحمه الله عليهم، ونشوف سواء من الحشد الشعبي او القوات الامنيه كافه، هم امتداد لرساله اهل البيت. صح؟ صح. ف اقل ما نقدمه لهم كاحنا كشعراء هو رسالتنا الشعر. فاريد اسمع منك شيء رساله لهاي الناس. اليوم الشهداء رضوان الله عليهم جميعا. اي والله. لا استثني احد من الشهداء، الشهيد هو حبيب الله. صحيح. انا منو حتى استثني لي واحد. احنا نقدر عليه نقدمه الشعر. نعم. قلمنا. الشهداء اصبحوا بالعراق يعني مثل خلينا نقول مثل المصلايه. اكو بيت يخلى من المصلايه. اي والله. الا القليله. اي والله صحيح. تجي هسه كل بيت غير توصيف هذا. اي فماكو بيت ما خلى من الشهداء. صح. يعني خالي من الشهداء، كلها عدا شهداء. صح. فأنا وصفت العراق. خوش. ايش قلت؟
اسولف ويا اللي يدخل العراق. خوش. اذا واحد من الخارج دخل العراق فاسولف وياه. اللي يطبنا مي ورد وبخور بس يشم. خوش. لان ما عدنا تشفله اللي يطشونه يلم. الله. اللي يطبنا مي ورد وبخور بس يشم لان ما عدنا تشفله اللي يطشونه يلم. كثر ما عد جنايز نوقف ونسلم ما نلحق ذمه نباريها. الله. كثر ما عدنا وادم بالعراق تموت سوينا معامل تصنع التابوت. الله. لان قاموا اللي يشيع ينطر الزاتوت من يرجع ياخذ تابوت. الله. الله. كثر ما عدنا وادم بالعراق تموت سوينا معامل تصنع التابوت. اي أيوة والله. لان قاموا اللي يشيع ينطر الزاتوت من يرجع ياخذ تابوته. وقمنا بالعجل موتانا ننساه. كثر ما بالنجف وادم دفناه. اي أيوة والله. حتى الفاتحه بقد ما قريناها حافظها ليرضع بقماطه. الله الله. حتى الفاتحه بقد ما للبدايه هاي كرم. إيه؟ اللي يطبنا مي ورد وبخور بس يشم لان ما عدنا تشفله اللي يطشونه يلم. كثر ما عد جنايز نوقف نسلم ما نلحق ذمه نباريها. اي أيوة والله. كثر ما عدنا وادم بالعراق تموت. نعم. سوينا معامل تصنع التابوت. صحيح. قاموا لي شيع ينطر الزاتوت من يرجع ياخذ تابوته. الله. وقمنا بالعجل موتانا ننساها. كثر ما بالنجف وادم دفناها. حتى الفاتحه بقد ما قريناها حافظها ليرضع بقماطه. الله. اكو زلمه امس خلصت فاتحته. خوش. اكو زلمه امس خلصت فاتحته. رد من دفنه اخته وشيع ابن اخته. الله الله الله. اكو زلمه امس خلصت فاتحته. رد من دفنه اخته وشيع ابن اخته. يتيم وخاله رايح للنجف زته ما رد لا هو ولا خاله. الله. يتيم وخاله رايح تسمع للنجف زته ما رد لا هو ولا خاله. اذا تنشدني هسه الشيب هذا منين؟ هذا الحكي مو علح. الله يسلمك. اذا تنشدني هسه الشيب هذا منين؟ هذا منين؟ خضر من شفت ماتوا اخوان اثنين. الله يعين زينب من لفاها البيت. الله. الله يعين زينب من لفاها البين لا اخوه بسدها ولا خير. سنت. الله سنت. احسنت كرام. الله يسلمك. هاي رساله انا برايي وانا اتحملها اللي يقول المهوال حد ميدانه ويطلع. لا عمي هذا الشعر. الله يسلمك. توافقنا الراي استاذ؟ طبعا. الله يحفظك. هذا الشعر وضد انا برايي ضد المهوال حجمه بمهوال شعر والله يعني العده هيك ماده لا ما لا رد هو ولا خاله قرار وهواي بعد مهاويل شعراء هذا شعر. الله يسلمك. انا ليش حجمه الشاعر اليوم المهوال كر عباس نعم شوف قرا لك هوسه نعم ويرجع يقرا قصيده لكن هسه خلينا نكون واقعيين انا وياك نعم نقرا قصيده ما نقرا الهوسه اكيد صح نعم كلش نكرم ذاتك هذا نشكرك على الله يسلمك لا هذا واقع كرار احنا لازم انا سامع قصايد توازي والقران والله مو مجامله بي. الله يحفظك مولاي يعني سامع له قصايد اكو هواي شعراء مو يم شعراء اكو والله مو لين كرار اكو هواي مهاويل يعني لا لا هواي مهاويل تطرقت مولاي راح تخليني احكي قوه خوش اي اكو مهاويل هواي اشعر من هواي شعراء صح مو بس واكو مهاويل مو يم الموضوع على جريمه صعده جريمه دخله بيها دام على 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 قولت على قولت كرار ايه؟ يقول هذا ابو اجيتك واعتنيتك مو اي هم ذولا من اساءوا للهزوجه ايه انا جايك كلها لازم ايه؟ تبقى هو ثقافته ايه؟ استاذ عباس وموهبته انا ما اريد ياخذني الحوار هسه شو اسولف لك؟ اسولف لك على حش السيد بعد هاي من باب نكران ذاتك كيفك هم يستاهلون اي وانا برايي الحشد يعني برايي احسهم مثل الصلاه على محمد وعلى اللهم صل على محمد يعني تحس تريده بكل مكان موجود أي. اصحاب فضل علينا وهذا كله قليل بحقهم اللي نسولف اي والله والله سالفه مالحه والله بعد احنا لازم نشين بيهم حق مو حشد ابن الحشد شو يقول؟ شو يقول؟ يقول اصعد على الشمس لو ردت مو على الغيم يا اخي ما احب البروده استرذ بس بالحار بلقاك اصعد على الشمس لو ردت مو على الغيم ها ما احب البروده استلذ بس بالحار وما ادور فيايش ما ضخن تموز
ها ما دور في عيش ما ضخن تموز طبع بدو ابد ما انتش على اشجار الله بدو بالصحراء ما يدور شجر وينتش عليه اي معلوم. اشوف النمله من بعيد وبنص طيل الله بس ما اشوف اذا ينفتح باب الجار الله الله اشوف الله. ابن الحشد مو انا الله اشوف النمله من بعيد انت شاب احد ابناء الحشد المجاهدين اتشرف والله بس ما اشوف اذا ينفتح باب الجار الله ومو بالسيف شوف اللازمات السيف الله إيه. الله ترى من تشوف حيدر صيد ذي الفقار ومو إيه. بالسيف شوف اللازمات السيف اي ترى من تشوف حيدر صيد ذي الفقار وعلى ظهر البلم اصعد وعبر الروج مو ببطنه على ظهر البلم ما اصعد ببطنه على ظهر البلم اصعد وعبر الروج ما اصعد ببطنه نحسب عنده تخيل ها الله إيه. يا اخو اجيب عز النهار الظلمه للخفاش مو شان ادور ختله مالت ليل الله الله واجيك بطرق الدي ما اجيب ناس وياي ها. ولا اشيل السلاح برجله سحق الذيل الله الله من تخاصر قبال الجبل يغدي تراب نعم عراق ومنه الدنيا بكبرها تميل نعم ببطن امي وادور حرشه بس مخنوق شلون يا اخي ببطن امي وادور حرشه بس مخنوق ببطنها واسمع امي تقول لي ليش تعيب؟ واقولها وداعتك يمه شراسه وياي وانا بعالم الذر شمره مو تمثيل الله الله الذيب يطق متعمد يعرف بالخرفان شيخ الله الله يسلمك وعبد الله احسنت فد واروح له الله يسلمك يعني هاي رسائل مهمه جدا من شعراء ومبدعين فيمثلون خير تمثيل الحشد الشعبي يعني اتمنى اغلب شعرائنا التفكيرهم بعيد يتاخذون ماخذ كرار وعباس يعني لا هواي مثلنا احنا ما نكر لا انا قاعد قلت بوابتها المبتعدين عن هذا الباب صح يعني انت اخوي تشوفه هواي من الشعراء صح لكن الموقف القليل صح وتشوفه يقرا بس موقف قليل صح صح فانا ما اريد اضل ياخذ حوار وياكم ايه؟ كرار اريد اسمع هوستين ثلاثة حسيني قبل لا سيد المخرج أخبار هوستين ثلاثة حسيني خادم الله يسلمك إذا دمعت الزلمة تطيح خوش علي بعض الخلق تحكي نعم يقولون زلمة هذا شنو يبكي ليش إذا دمعت الزلمة تطيح علي بعض الخلق تحكي تحكي بس يمك يا أبو السجاد مو عيب الزلم تحكي الله الله الله. إذا دمعت الزلمة تطيح علي بعض الخلق تحكي بس يمك يا أبو السجاد مو عيب الزلم تحكي اجيتك وادربيك حزام إذا بي الحمل يرتشي أي والله أنت بعباس محزم وأنا محزم بيك الله الله مثل ما موسى شق الماي مثل ما موسى شق الماي يوم الحط علي عصته نعم مثل ما موسى شق الماي يوم الحط علي عصته شق وسط القلوب حسين والحب يقتل بقصته اي والله اللي يجيك بقصته شحت ماي يرجع زمزم بقصته الله الله اللي يجيك بقصته شحت ماي يرجع زمزم بقصته اللي ينشف ماي بوجهه اللي ينشف ماي بوجهه يرد الكوثر بي الله 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 يسلمك احسنت الله يسلمك احسنت الله يسلمك كرار الله يسلمك عباس اريد ما اخذني الوقت ايه اكو مره قصيده نعم يعني انا من الناس اللي احبها كلش احبها وردت بها دائما يعني تمثل وقت الحصار وتمثل الفتره جوز العشنا بيها نعم وين نخلي قطعة ها نوين اسولف لك قصتها لو ما يحتاج هي ناسنا والالفه مالتنا واحنا ببيتنا صارنا تقريبا 35 سنه الله يعمرك هي هاي الابيات انتشرت لكن ما حد يعرفها ليه سيد خوش اي فالحجي كان ناوي هي حاجه باختصار اختصرها لك على اساس يكتب الدار للبيع اي فجيت لقيت الناس ايش صايره علينا هذا يقول ايش حد اللي يوصل شنو من يقعد هنا كيف المهم هو هيك ناويها نيه فانكتبت القصيدة على هاي ناسنا خوش مواقف بيناتنا بين جوارينا هاي نريد هالرسائل اي انكتبت القصيدة بالمناسبة انكتبت بلحظات لي الموقف قلت نوينة نخلي قطع الدار للبيع
ردنا نغرب القلوب والجوارين. ردنا نغرب القلوب والجوارين. قعدنا من الصبح نسمع حتافات يا شرا يوصل واحنا عدلين. الله. نمذى بلاغطه. ايه. وجيراننا بعوز. بايام الحصار بذيك السنين. الله. احنا نمنا بلاغطه. وجيراننا بعوز بايام الحصار بذيك السنين. بايام الحصار بذيك السنين. نص الليل نسمع دقة الباب جرد ولده جاب لنا البطاطي. الله. موقف ما عنده مستعز بي. ها. كانت عوز والوادم مساكين جنازة تعطلت ما عندهم فلوس وما ترهم الميت يندفن دي. الله. بعنا هدومنا بلبة جويري. جنازة. موقف باق هالحقيقة والله موقف باق عنده مستعز بي. خوش. كانت عوز والوادم مساكين جنازة تعطلت ما عندهم فلوس وما ترهم الميت يندفن دي. بعنا هدومنا بلبة جويري. ولو تنباع شابعنا الفوالي. الله. المهم ما باتت جنازة على القاع ولا خلينا أهل المات تلقين. الله. دق بيباننا ولا تقول معتاز. قبل لا تحكي نطلع لكم فرعي. الله. نوزع لليتام الطاك هالعوز وإحنا ببيتنا ما مشموعي. الله. طب ولايتي مولاي ما تلقى شبان. ما عدنا لي دق رأس الدراب ما عدنا لي كذ رأس الدرابين. طب ولايتي ما تلقى شبان ما عدنا لي كذ رأس الدرابين. بس عدنا شباب بكل فرع جيل. ولكن بصور للوطن ميتين. الله. ولكن بصور للوطن ميتين. الله. أحسنت. سلامتك. أحسنت قصيدة كبيرة هاي عباس. فدوة أروح لك سيد. واخذ الصداعة طبعا قصيدة أخذ الصداعة بس الله يسلمك تنذكر سامح. بدون ذكر العباس. كرار القرعاوي بعد قلبه. أنت من الناس اللي الله يرزقكم ان شاء الله. الله يسلمك. شفاعة الحسين ما يلحقون على المهرجانات الحسينية. الله يسلمك. الله بخت. هاي بخت. فقرار بدي اسالك سؤال. أي. اللي هو نشوف اغلب مو الشعراء يطلعون المهرجانات حسينية. أي. بان اصحاب المهرجانات دعمهم مادي يعني المادي ذاتيا يكون صح؟ يلمون بيناتهم. بيناتهم. يعني هو من يخابرك يقول لك يابا ما عندي اجور. ايه؟ وانا بالله وبيك. ايه؟ راح تقول له لا اريد كذا مبلغ وتفرض عليه مبلغ صح؟ وبعض يقول لك يابا انا عازل لك بس كروتك يقول له لا والله انا فلان اسم. والبعض الاخر والمهم هذا المهم بسؤالي اللي هو قدام الاعلام يقول انا للحسين الف ما اخذ لكن ورا الاعلام يعارك على الخمسين ألف. والله احكي لك بخت وخلت تنحسب علي. خوش. خلت تنحسب علي. انا البخت ما ينحسب. لا هي خلت مو يحسبونها. براحتهم لان هم دول منافقين. يعني شلون يقول لازم يد. اي لازم يد. شاعر طلع قال انا ما اخذ على الحسين. هاي موقف لازم يد. اي خوش. قال انا ما اخذ على الحسين. خوش. يا ابو خوش. فهو يعني اللي معرفه بي انا اللي معرفه بالشعراء ثلاث ارباع يعني صح. 70% 80% صح. اعرف الشعراء. اكو جماعه كلفونا عليه. خوش. مجلس حسين. خوش. يابا هيك رايدينك مجلس وفلان يوم وش اسمه قالي هلقد. يابا هلقد احنا فلان شاعر من المحافظات نجيبه مو نعطيه هلقد. خوش. قال لا والله انا يابا هو مجلس حسيني ولي ابو عبد الله. اي قال هالقد. خوش. اسالي انا ما قدرني. خوش. بس هذا انا بالنسبه لي ما اعتبره على الكل بس هو بالمجتمع واجهه. صح. بالوسط الشعري واجهه. يجوز. زين هو طالع بالفضائيات قال انا ما اخذ غير كروتي. اذا بدي احسب كروتي هو تكسب 10,000 فاتر. روحه جاي يعطي 25. مو بس انت طيته مبلغ كلش حلو. ما طبعاً. فش ايش قلت له؟ مثل ما اسود لبسنا وحزن بين ثوبنا بلقاء كرار. مثل ما اسود لبسنا وحزن بين ثوبنا. خوش. كون من هالساعه نمسح من سواد قلوبنا. اي والله. او نلتهي بخدمه حسين وننسى طار جيوبنا. اي والله. اي هاي رساله مهمه. اي. مثل ما اسود لبسنا وحزن بين ثوبنا. خوش. كون من هالساعه نمسح من سواد قلوبنا. خوش. ونلتهي بخدمه حسين وننسى طار جيوبنا. كون اللي يندعي لحسين طار حسين اللي يجيبه. ايه.
او خلي يلتفت لاهل البيت مو بس ملتهب جيبه. عافيه كون اللي يندعي لحسين طار حسين اللي يجيبه. وخلي يلتفت لاهل البيت مو بس ملتهب جيبه. واللي يحسب عيوب الناس خله يعاين العيبه. اي والله. واللي يحسب عيوب الناس خله يعاين العيبه. اذا خادم صرت لحسين كونك من صدق خادم. خوش. واذا علق طار حسين لا تكبر على الوادم. اي والله. اذا خادم صرت لحسين كونك من صدق خادم. وإذا علاك طار حسين لا تكبر على الوادم. كونك من تطب لحسين توقف وقفة النادم. المال قدره ويلكن لكن ويا حسين تراب. الله يقدر. الله عم. الله الله يسلمك. يعني رسالة مهمة جدا. الله يحفظك. للناس اللي نشوفها ريائية. لا هي سيد يعني المال خو أكو عالم فطاح لا وقعها. مو؟ أي. يعني الله شاهد نوبات احنا هسه قبل محرم يعني وسايم نعمه الله وحق هاي نعمه الله ننضك كلش بس ما نفكر بماده. ليش يا اخي؟ مبدا صح. انا مبدا ويا الحسين يعني صاحب مبدا. انا وصلتني سالفه عباس شمر وصلتني. نعم. سالفه بعد جوز كرار ما يدري بيها بان كرار القرعاوي عنده مهرجان. ايه. خش عنده مهرجان بفلان المحافظه. نعم. وعده مطح شاي لفلان محافظه، فلان المحافظه الثانيه ببلاش. خش؟ نعم. وبالديوانيه المهرجان بفلوس، هيك ارد احكي. نعم. ايه. فصار تضارب بالايام سببهم. نعم. عافوا بالديوانيه بالفلوس وراح للبلاش. ايه هذا عاد ربخت. اي حتى اذكر لك اياها بالدليل. كان الميدان عند الشاعر والمهوال والعم العزيز ابو علي الصالحي. ونعم والله. ونعم. اللي كنا انا وياك. اي أيوة والله نعم. وصدف اكو مهرجان بالديوانيه. اما وانت مدعوبي سابقا اعتذار الكل للديوانيه. ما مدعوبي سابقا. اكو ناس حسبه المحرم من السبت وناس حسبه من الاحد. صح. انا من اللي حسبه على الاحد نظمت ايام على الاحد. لقيت المهرجانات اللي منظمها اني الميادين يوم. لا كلها على الاحد. خوش. حازم من الاحد الوحيدين اهل الديوانيه قدموا يوم فالضارب عدوا يا كربله. عفت ابو الاجور. عفت ابو الاجور رحت لابو علي. هاي الرساله. الله يوفقك كونك شايع. الله يوفقك الحسين كلمه. الحسين حسين كلمه. هو طلع على حكايه. أيه على الثوره. أيه. اذن الله يوفقك. الله يسلمك. ميزان حسناتك كرام. ويا رب تلقاها قدامك. انا هاي مو جاي احكيها قدام الاعلام. انت اخو ما قلت لي بها. انا سولفت. انا رحم الله والديك. أيوة الحمد لله واصلته. حسوان يشوفونك الاخوه. هي رساله. اي أيوة والله. انا اريد يشوفونها بعض الناس ورسالته واضحه. والله يا الناس الحسين ما ينقص بالمال. والله احنا هسه احنا جايين نسولف هواء في شبك. يا الناس اصبحت من الحسين ما تتعلم. احنا لابد نكثر بواحد باثنين. الوقت هذا من الحسين ما يتعلم. الامام الصادق سلام الله عليه يقول ليس منا لا ينال شفاعتنا من مستخفا بصلاته. نعم. بس هذا ويصلي ومستخف بالصلاة هذا ما ينال شفاعة. هسه ما يصلي شلون؟ هاي مشكلة. يابا أحسنت كرام. الله يسلمك. الله يوفقك. عباس شمري. مولاي. خوي. سيدنا. أنت من الناس من العمارة من ولايتي. نعم. أنا خادمك سيد. اللي عبالهم ناسيها. إن شاء الله. ولو أنت عفتنا بعد. والله ضيفنا أبو خضير. هاي بيوتها كلها معلومه ابن عمي هو رجال شمري. الله يسلمك. شرف والله. ونعم. شرف الله يسلمك. والله يحفظك. نشوف العماره ب 2015 و16 17 بيها زخم مهرجانات يعني تجوز احنا كنا شباب بذاك الوقت. نعم. مو شباب يعني استنا طالعين. ايه. ونركض يعني بالعشره الاولى 9 مهرجانات 10 والله هسه يمكن صارن مهرجانين ثلاثة إذا ما ينعدن خلينا نقول على الأصابع الأساسيات بس. نعم. سبب برأيك؟ والله سيدة الصراحة هي العمارة مرة حساد محمد مهرجانات الحسينية يعني مهرجانات الحسينية؟ أي هسه حاليا ماكو موجودة دي همكو موجودة هسه أنا قاعد أقول لك مو مثل قبل ينعدن على الأصابع يعني أنا وياك قبل تقريبا 4 سنين. نعم. شغلت سيارتي من مهرجان تتذكر؟ أي نجي من المجر. نعم. خوش؟ نعم. هيك بالتحديد اذكرك اياها. صحيح. نطلع بقطع اكو مهرجانات كنا نقرا بيها، قطع نطلع الغير منطقه، اذا مو خارج المحافظه صح؟ صح؟ صحيح. هسه ماكو تحسها. هسه ما اعرف شنو السبب اللي خلاها تختلف ماكو. دعم، يعني ماده، ما اعرف والله ما اعرف. والله شهداء هواي. شهداء هواي. ايوه. بس يحكي لك بالايام يعني موسم عاشوراء. انت جاي سولف قضينا عمي.
موسم عاشوراء يعني اتحداك الطب بموكب ما تلقى بيه 10 صور. لا والله انا اعتبي على ولدنا، ولدنا الشعراء، ولدنا الشعراء اعتبي الاسماء اللي موجوده بالعماره. قيموا قيموا، ليش ما يقيمون يعني؟ يعني هسه انا اليوم اثر على سيد مسلم، اثر على حتى يعني الشاعر يجيني من غير محافظه بدون مقابل الصراحه، بدون يعني مقابل لا لا حتى لو ما عندك دعم سيد يجون العلاقات لها دور. اليوم انا صديقي صديقي كرار من خاوره مو بس ما عنده ماده اجيب لي اسم عنده ماده لكن يجوز يصير انطلاقته من عندي من منصتي. نعم. كاسب باجر وثواب كاسب بغير اشياء مو صحيح ما اعرف والله سيد قلت لك انا اعتبي على على الاسماء اللي عندنا بالعمارة فاجي اللي الامان بات عده لا خلينا بالنسبه لي هذا كل ما يعرف يقال اللي لما ما بات عده انا بالنسبه لي هو هذا اما استاذ عباس مشيها على وضعيتها احنا عتب نعتب على اخوتنا والله هو العتب اعتب بعد براحتك احنا بيبالنا مفتوح لا ياخذنا الوقت ترى داخلنا قصيد بيبالنا مفتوح صار وانا بهذا التغطيات والبرنامج خادم للكل وكلها اغطيها ان شاء الله نعم بس المو حلوه انا عتب على ربع الخاصين المو حلوه من صاحبك وياك ما يوقف وياك مو صح؟ نعم هاي يراد لها نكران ذات شلون؟ اذا انسى دام ما عندك نكران ذات شلون اوقف لك انا سيدنا؟ تخونه وبوايتنا والمفروض هسه هذا برنامجك المفروض كل العماره تنشر لك انا بالقليل هو نشر ابسط شيء الحمد لله والشكر يعني إيه؟ شفت لا يزورون علي لا لا جماعتنا العماره اول ما صوروا بها العماره الواقع مو صحيح الواقع يعني كرار الواقع هذا يكون يعني المحافظات هنت وخابرت وباركت اكثر من العماره وانا لا اعد من الخلافات ولا والحمد لله والشكر انا احتاج البوستر نشره الحمد لله والشكر هسه بعد بدايته لكن اكو ثمر ان شاء الله الطموح حلو مو فد عيب فاحنا اخذنا الوقت وياك عباس اريد قصيده حسينيه قصيده حسينيه صار سيد محاكاه سؤال انا سؤال اسال بين الامام العباس سلام الله عليه وام سلام البنين سلام مولاتي ام البنين اقول كل ما نكتب وينجاب طاريك كل ما نكتب وينجاب طاريك وابو فاضل يجي قدام العيون الله شو يقول؟ يقول هي جابت العباس لحسين بمن تنوصف خاطر تكتبون الله وما بطلنا نكتب ردنا نوفيك وكتبنا ايش قد كتبنا وماكو مضمون اثار اللي يكتب لها الا عباس ومثل عباس ما موجود بالكون ما موجود الله دخيلك يا ام الاربعه الابطال الله اكو عنده حكي اعتبريني مجنون الطف كله احترق من دخل عباس اريد افتهم كان ببطنك شلون الله إيه؟ الله شلون دخيلك يا ام الاربعه الابطال هاي الحيره اكو عنده حكي اعتبريني مجنون الطف كله احترق من دخل عباس اريد افتهم كان ببطنك شلون شو تقول هي تقول ببطني وكان من يتحرك تقوم الزلم والخيل من عنده يرجفون الله ترى العباس ما طاح من السيوف ابو فاضل شيء ما ينطلمتون كافل زينب العباس ما شوف يطيح وهو من طيح شاي لمعون مرات الحسد اقوى من السيوف لذلك كتلة عباس العيون يا اخ عشيره وكلها روس صغار وكبار دخيلك يا علي شخلفت من الناس مو بس ابو فاضل مو بس ابو فاضل يشتعل النار حتى اطفالهم تشبه العباس صورهم والخبز به شبه ليش الصور والخبز من نطيح تنباس الله الرتب والشيخ وانا فلان وفلان يا ام عباس كلها تدنق الراس الله يا ام عباس كلها تدنق الراس احسنت اجاد الله يسلمك انا سيد المخرج ياشر لي ما بقى الوقت كرار اريد اخذ اخر شيء منك شو تريد؟ انا طبعا لحبهن ما لاتمن ما زلمتنا شايف؟ اي والله او نعم خادم نعم الف رحمه على روح القائد ابو مهدي هو موقف ايه احد السنين يعني استشهاده بسنه خوش طلعنا بالشارع سوينا ميادين فذكرناه اجانا تهديد على التواصل بالليل تهديدين ثلاثه هاي ادري بيها اي باكر لا تطلع عقب باكر تطلع من شنو هاي وبعد لا تكتب خوش اي فانا ما اهتميت خوش ما اهتميت لهالحكي
اجى المرسال والمرسال شققته خوش اجى المرسال والمرسال شققته ودثرت الحكي وضميته مو وقته كانت سكتتي مو خوف للميدان ولا انا القبال الما وشي سكته الله كانت سكتتي مو خوف للميدان نعم ولا انا القبال الما وشي سكته إيه؟ شفت الذمك ابو مهدي شفت الذمك بعيونه ما مش ماي الله شو تظن بالمعاتب يطلع بقصته الله يخوذ براس جند بحرب ما ذبوك الله ابو شيه عروس الذمك شفته الله يخوذ براس جندي بحرب ما ذبوك ابو شيه عروس الذمك شفته يا ابو مهدي الحكي من يوصلك نختار غمر ما فزع لك بقى طائفته الله الله يا ابو مهدي الحكي من يوصلك نختار غمر ما فزع لك بار طائفته كهل كان الشرف وبيوم راد يطيح فزعت وما درت وجتاف عكسته عدوك مثل الاظفر من نعوفه يطول الله بس سوداعتك من طال قرضته الله عدوك مثل الاظفر من نعوفه يطول بس سوداعتك من طال قرضته قاسم صاحبك من كان شعرك ليل وش انت اللي صاحب لاجل مصلحته ايه؟ قاسم صاحبك قاسم صاحبك من كان شعرك ليل وش انت اللي صاحب لاجل مصلحته من قد ما مخلص صاحبك تقدير قال لك وحق قاسم قلت صدقته من قد ما مخلص صاحبك الله تقدير قال لك وحق قاسم قلت صدقته صارت عيله يا شاي برد الله صارت عيله يا شاي برد وش ثلاث ابيات لسمية صبيح ونعم هو جاء اقول لك الشاعر الحجدري اي سمية صبيح رحمه الله عليه رحمه الله على روحه مكسورين يا تشنت بحلقنا زماط كسرت راس الابره وبعد عندنا خياط الله 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 مكسورين ابو علي مكسورين يا تشنت بحلقنا زماط كسرت راس الابره وبعد عندنا خياط يا ستره قاطش يا اخو من بلاك القاط ما بيشوفه بصايا وظل الله 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 الف رحمه على روح ابو علي استاذنا الكبير شاعر الحجد الاول طبعا الوقت قام يداهمنا حتى لا ياخذ من الوقت اوجه شكر باسمك واسمي المنتدى اوزان اللي قاعد يجينا هاي الطاقات الشابه الطاقات المجاهده كل التحية والشكر والتقدير إلى منتدانا بيتنا الثاني منتدى أوزان إيه والله فحتى لا يأخذني الوقت طبعا القاعدة وياكم تخبل الله يسلمك والوقت داهمنا وهواي شكرا عباس الشمري شكرا مولاي شكرا لتلبية الدعوة شكرا لمجيئك وثباتك على أنت تؤمر سيد الله يسلمك الله يخليك ممنون الله يسلمك عباس الله يخليك الله يوفقك هاي شهادة شهاده من الاخ عزيز الله يسلمك نياتي لكم الله يخليك شوال قرعاوي بعد قلبي ممنون الله يسلمك بس قبل ما تكمل خوش انا باسم بغداد لكون الحلقه ببغداد وضيفنا من العماره عباس الشمري كل التحيه والترحيب فدوى العمره الله يسلمك الله يسلمك الله يحفظك الله يسلمك ولد الدار انا تعبتك الله يسلمك ونعم منك تعبك راحتك وخذيت من وقتك وجوز تاخر ميدان بسبب التصوير أنا لكن الحسين ما يضيع ان شاء الله لا ما يضيع ان شاء الله الله يسلمك كل التحيه والحب والاحترام الله يخليك الله يسلمك الله يوفقك ان شاء الله على برنامجك الله يديمك وانت ان شاء الله مشروع خدمه طاقه شبابيه الله يسلمك الله التغطيات والبرامج مفتوح البرنامج عفوا مفتوح لكافه شعراء الشباب المبدعين ويا رب نكون عند حسن ظنكم اذن ساده المشاهدين الى هنا وصلنا الى ختام تغطيتنا وحلقتنا الخاصه لهذا اليوم انتظرونا بحلقه جديده من على شاشه قناه الايام الفضائيه كونوا ويانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ماي وجوهنا اللي ما طاح بالعوز الله الله رغم بالبيت ما نملك حصيره الله صح بالعوز باب البيت بعناه ها ايه لكن صار الستر وقفه الغيره كثر ما عدنا وادم بالعراق تموت سوينا معامل تصنع التابوت الله لان قام اللي يشيع ينطر الزاتوت من يرجع ياخذ تابوت ايه. جنازه ببيتنا وغفله من جانا الضيف وكان الميت اغلى من النفس مالي عطلت الجنازة وعزبت للضيف الله وما خليته يسمع بك وحس عالي الله مثل ما أسود لبسنا وحزن بين ثوبنا خوش كون من هالساعة نمسح من سواد قلوبنا خوش ونلتهب خدمة حسينة وننسى طار جيوبنا